علي. ليش عندك انت تروح سويت لك؟ اه نسيتي يوم يوم سويت لي سحر تحت لو شعرايا لو اظافير لو القمصان. هاي انا شفت اقول امهات السحورة علينا يما ايش قد يفكر النسوان يما خصوصا قبل الزواج كل وحده رجل على رجل والله اني ما فكر بالزواج هي يصير عمرها 18 سنه كل سبت بالكاظم ربي بتزوج لي ربي هاي انا شو اقول الشاقه ويا ادري انت الشاقه وياي اخيرا تزوجنا حياتي الله لو راح يصيرون عندنا جهال جهال شنو جهال 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 مو سمهم جهال سمهم اطفال انفعيد بنيتي اطفال يعني ذا بنيه شو يسمونها تفله انا تجيني تفله مو عيب عليك اروح لامي يما جتني تفله راس الحجيه تفو عليك يا عبله صار اقول مو تفله طفله 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 جاهله اي بنيه لا بعد انا ما اريد بنات ليش انا ما اريد بنات ولا بنيه كلها ولد ليش اريد 11 ولد حتى اسوي فريق واغلب الارجنتين ما يصير كله ولد ولد لازم بنات تمام صحيح اذا انا ما اخلف بنيه ذاك ما يخلف بنيه هذا ما يخلف بنيه ادري العالم وين تروح الصادق طليان ما تردك فيه الله وسه ولد وولد يلا ولد بس ثاني اسمي الله اساميكم حلوه شو يسمينه حياتي اسمي اوس هذا مو عندي بالقريه شنو مو قبل وفاته لا بابا القريه صعبه خشنه الحياه تعبه هناك اسمع هلا قلك شو تقول حتى يسموك ابو اوس انا راح ابدل اسمي من ورا اوس صدق شو تسمي انعام وابنك اصبع شو يسموك العالم نسمي وما شحاطة الشاقوية أنا ما شاقوية لا أريد اسم خشن خشن حياتي شان يعني؟ يعني مثلا خريبو الحلو موسيقى بي يلا خريبو الله ويكبر ابن خريبو الله أول ما يجي روح اللقحة مال الجهال إيه لازم اللقحة إيه هذا طبعا بتدون عزيزي لقحوا جهالكم ترى الما ينكه جهالة يصيرون هيجي اول ما الله يكبر ابني الله يروح للمدرسه الله وياخذون عندنا 150 اللي بجذب الجيد شاقه بيهم مو زنقين وعندك فلوس هو يعطيهم 150 والله انا زنقين العالم منين يجيب الله يكبر خريبه الله يروح للكليه يتخرج من الكليه يتعين موظفات ب 3200